منذ نهاية المباراة أمس وحتى الآن من كريم أحمد مراسلنا في الجزائر. يا كريم ازيك يا كريم؟ تحياتي ليك يا كابتن اسلام، اهلا بيك واهلا بكل مشاهديك ومتابعي قناه الاهلي. طمنا بقى على الفريق وماذا حدث من بعد اخر مكالمه امبارح لغايه دلوقتي. الو، معاك يا كابتن اسلام، معاك. بقول لك طمنا على الفريق من بعد اخر مكالمه امبارح لغايه دلوقتي يا كريم. بالتاكيد يا كابتن اسلام، يمكن كانت رحله العوده بعد المباراه مباشره، كان عوده على زي ما احنا عارفين طيران داخلي ثم طيران مباشرة إلى القاهرة، لكن تواجدنا في فندق الإقامة لمتواجد فولاد تبشار عدد ساعات كبير، فكان ثمرة الإصرار في المدير الفني فضل أن يكون في تدريب خفيف للعيبة النادي الأهلي. يمكن الفندق في ملعب خماسي بسيط برضه كمان، يعني جيل صناعي، لكن ما كانش في تدريبات بالكرة خالص، بعض الإصابات، بعض الاستشفاء للاعبين، تدريب يمكن كمان لعيبة يمكن نزلت في الساونا لما كانوا متواجدة في الفندق الإقامة، ما كانش في أي تدريب بالقوي، كله طبعا استرشاف لعيبه اللي شاركت بشكل كامل في المباراه، يمكن خد تدريب ب 10 دقائق او ربع ساعه بالظبط، لكن بعض اللعيبه اللي ما شاركتش حاولت ان هي نحاول ان مثلا مارتن والساندرو وستيفن يكون في تدريب مش قوي، لكن نقدر نقول نص ساعه بالفعل انتهى منه تدريب النادي الاهلي. انطلقنا كالعاده اللي زي ما كنت قلت، يمكن الرحله المرهقه في البدايه وفي النهايه، يعني النهايه كمان هيبقى عدد ساعات كبير في العوده. بدات الرحله طبعا من مطار الدفن في الجزائر الساعه 4، انطلقت في طريق النادي الاهلي، وصلت بالفعل إيما الساعه 6:30. زي ما بقول لك الارهاق الكبير اللي بيواجه النادي الاهلي، ولسه في عوده كمان يا كابتن اسلام 4 ساعات، وبعديها 48 ساعه والنادي الاهلي هيبدا يروح. واللعب على الترتان خد بالك برضه، اللعب على الترتان مختلف عن اللعب عن النجيل الطبيعي طبعا. بالظبط يا كابتن اسلام، بالظبط طبعا، لكن اكيد المجهود والتعب الكبير اللي بيجي فرضيه للنادي الاهلي مختلف بشكل كبير، الترتان مؤثر بشكل كبير جدا يا كابتن اسلام على اللعيبه، لكن بيحاولوا كل الجهاز الطبي والجهاز المعاون مع الدكتور خالد محمود يكون في تاهيل واستشفاء للعيبه تجنبا للارهاق عن الساعات اللي بيكونوا متواجدين فيهم في الطياره، يعني في بعض الكامبات كده للعيبه، لكن ان شاء الله باذن الله اعادتنا تتم ان شاء الله الرحله بسلام ويعودوا الى القاهره. امر مهم جدا عايز اكلمك عليه يا كابتن اسلام، هو وليد سليمان. ايوه، اكيد جمهور النادي الاهلي حابين يطمنوا عليه، يمكن وليد كان بالفعل تم تحديد مجرد وصولنا الى الجزائر يكون في اشعه مباشره على رجل وليد والاطمئنان. وليد تابع في الرباط الداخلي ده التشخيص اللي قاله الدكتور خالد محمود امس في المباراه، لكن في منذ وصولنا تاكدنا ان المراكز اللي متواجده هنا لعمل اشعاعات بتقفل الساعه 5 بتوقيت الجزائر، فبالتاكيد كان في تنسيق بين الاستاذ الزرداني والاستاذ علاء الزغلي وايضا كمان الاستاذ اسامه فنان وسابق المدير الاداري لشركه الناقلين العرب، يكون غدا صباحا في تمام الساعه 7 صباحا هيكون وليد سليمان ان شاء الله متوجه الى اقرب مركز اشعه جنب فندق الاقامه الساعه 8 باذن الله. تم تحديد ان وليد سليمان الاشعه بتاعته تكون الساعه 8 صباحا وانا بتوقيت الجزائر. الاشعات انا ما بتاخدش وقت يا كابتن اسلام، يمكن عرفنا ان هي بتبقى نص ساعه بالظبط عشان تطلع الاشعه، فان شاء الله باذن الله بكره صباحا نطمن على وليد سليمان ان شاء الله ما يبقاش في اصابه كبيره، ان شاء الله تبقى جزع زي ما قال الدكتور خالد محمود واتاكدنا. مهم جدا يا وليد لو تقدر تاكد لنا في الموضوع ده لغايه لما حتى الحلقه تنتهي، لانه في اخبار بتقول ان لا قدر الله بعيد عن وليد ان هي قد تكون شيء اكبر من الجزع في الرباط الداخلي، لكن انا ما اعرفش طبعا مين السبب في هذا الموضوع او يعني مين اللي قال هذا الموضوع، ولكن انت حتى الان بتقول ان معنى كده ان هو حتى الان هي جزع في الرباط الخارجي. بالتاكيد يا كابتن اسلام، بالظبط، يمكن اكدنا اكثر من مره، يمكن احنا اكيد مطلعين على الاخبار اكيد اللي بتنزل سواء على السوشيال ميديا او كده، في طبعا اخبار بتاثر على كلامك طبعا يا كابتن اسلام، لكن اكدنا اكثر من مره مع الدكتور خالد محمود قال التشخيص اللي يمكن بيتم في الملعب في حالات الرباط الداخلي، واللي فعلا اتعمل التست اللي كابتن وليد بن سليمان اكد ان عنده جزع في الرباط الداخلي، لكن اكيد الركبه المكسوره اكيد الامور بتبقى صعبه شويه ان انت توضح، ممكن تبقى الناس تقول لا قدر الله يمكن اي حاجه ثانيه، لكن من الواضح وليد النهارده كان ماشي امبارح بتقل شويه، لكن النهارده واضح ان هو نوعا ما يعني قادر ان هو يمشي واحده واحده على رجليه. اكيد الدكتور خالد قال له في طريق الامر هيبقى مختلف بشكل كبير جدا، لكن ان شاء الله باذن الله وليد يكون عنده جزع في الرباط الداخلي. يمكن انت ذكرت انت ولم تكن في الاسلام من 3 اسابيع، الجزع بياخد ب3 اسابيع، ان شاء الله تبقى فتره قليله جدا ويعود من جديد صباحا كابتن اسلام. ان شاء الله باذن الله الساعه 11 صباحا هتوجه الى مطار هواري بمدين نادي الجزائر على ان تنطلق ان شاء الله رحله النادي الاهلي 1:05 بتوقيت الجزائر، خاصه ان شاء الله مطار القاهره في تمام الساعه 6:05 ان شاء الله باذن الله يعود النادي الاهلي وبعثه النادي الاهلي بسلام استعدادا
دوله جديده وبطوله جديده وهي بطوله الدوري العام ومباراه مصر المقاطعه ان شاء الله كابتن اسلام. كريم عايزك تقول لي الانطباع عن المباراه وعن نتيجه المباراه في الجزائر ايه؟ يعني الناس بتقول ايه في الجزائر؟ والله كابتن اسلام بالفعل يمكن في بلاد بشار بالتحديد الناس مبسوطه جدا من التعادل ومبسوطه من النتيجه اللي حققها لان هم بيعتبروا النادي الاهلي نادي ريال مدريد، بيقول لك النادي الاهلي بقيمه ريال مدريد اللي متواجد معانا، النادي الاهلي نادي القرن، الناس سعيده جدا. ويمكن كمان رئيس النادي حليني معلوم كنت بتكلم معاه قال لي احنا ما كناش متوقعين ان احنا نتعادل مع النادي الاهلي، كان عندنا برضو الخوف ان احنا ننزل لسه مغلوبين من سيمبا 3-0 النادي الاهلي وبطل افريقيا، فكان عندهم خوف كبير هم راضيين على الاداء. والنادي الاهلي ايضا كمان في ظل الظروف اللي بيمر بيها والمحيط في النادي الاهلي كابتن مصر الفارسي كابتن يوسف في بعض الرضا عن الاداء، بعض الرضا كابتن اسلام اكيد مش رضا كامل لان النادي الاهلي هدفه في كل مباراه هو تحقيق نقاط المباراه والوصول الى المراحل النهائيه في كل بطوله، لكن في رضا في ظل الظروف الصعبه اللي بيمر بيها النادي الاهلي وخساره عدد كبير من اللاعبين لاصابات متكرره، عدد كبير من المراكز اللي كابتن اسلام بنقصد فيها عدد من اللاعبين، فاكيد يمكن في ظل الظروف دي هذه النتيجه لا في يمكن رضا اكيد زي اللي احنا تمثيله وشايفينه في وجوه اللعيبه، اللعيبه عارفه ان لسه كمان في مباراه في الجزائر وعلى اكيد مباراه في العوده في القاهره، المباراه القادمه كمان للنادي الاهلي في بطوله افريقيا هتكون في القاهره ان شاء الله باذن الله نصعد من هذا الدور ومن هذه المجموعه باذن الله واحده واحده ان شاء الله كابتن اسلام في بطوله افريقيا. هل حد بيتكلم عن مباراه المقصه ولا لسه بقى ما دخلناش في الاجواء؟ لا بيتكلموا طبعا كابتن اسلام بالتاكيد يمكن بعد المباراه مباشره تم غلق هذه الصفحه والاكد عليها لمستر مارتن والكابتن يوسف في التمرين النهارده البسيط ده، كان فيه محاضره قبل التمرين كان فيها تركيز على المرحله القادمه بدايه من مصر المقاصه وفصل ثاني لمباريات البطوله الافريقيه في تركيز كبير، وغدا كمان صباحا هيكون شبه محاضره لعيبه النادي الاهلي قبل العوده لان مفيش وقت يا كابتن اسلام زي ما انت عارف، ممكن يبقى في محاضره قبل الانطلاق لتجهيز مباراه مصر المقاصه في بعض لقطات الفيديو المحضره لمستر مارتن الصرفي على اساس ان يتاكد كل الوقت اللي متواجد فيه، احنا هنقعد متواجدين عدد ساعات كبير جدا هنا صباحا لسه في وقت كبير جدا، فان شاء الله باذن الله يستغل النادي الاهلي والجهاز الفني التوقيت اللي متواجد استعدادا لمباراه مصر المقاصه ان شاء الله. كل التوفيق يا كريم ونتمنى لك يا رب كل التوفيق وترجعوا لنا بالسلامه ان شاء الله ونشوف المباريات القادمه افضل للنادي الاهلي. شكرا جزيلا كريم احمد مراسلنا في الجزائر الحقيقه، ودايما تقرير وافي من كريم دايما بيكون معانا وبيدينا تقرير وافي عن ما حدث خلال الايام السابقه في الجزائر.